ألو، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، تسمعني أخ وعليكم راجل؟ السلام، حضرتك سني ولا شيعي؟ نعم شيعي. طيب، عندنا سؤال: ماذا كان يصنع علي رضي الله عنه وأرضاه في زمن غيبة الخلافة ألا وهي 24 سنة؟ كان بيعمل إيه؟ نعم تمام. في البداية أول شيء يعني لازم نلتزم إنه نتكلم عن هذا الموضوع بهاي النقطة بالتحديد. الصوت بس، نتكلم الصوت ممكن تعود الاتصال تاني؟ الصوت، أخي ترك النقطة. الصوت بس عندك اسمعني فيه تضخيم جامد، الصوت مضخم جامد أوي. تمام 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 هل الصوت تمام؟ الصوت كده كويس، اتفضل. تمام. كبداية أخ وليد، خلينا نتكلم محور ثابت تمام عمود يكون للمشاهد أو المتابع صورة واضحة وياي. اتفضل ان شاء الله، في صلب السؤال اتفضل ان شاء الله. نعم، كبداية أسئلك، أنت تريد الرأي أو الجواب من كتبك أنتم أو كتبنا نحن الشيعة، لأن كتبنا تضرب روايات كتبكم لا تمام معلش، وكتبكم كذلك. عايزين من السيرة بتاعتكم، من السيرة بتاعتكم ان شاء الله. تمام، كبداية إنه الإمام علي عليه السلام ما بايع أبو بكر تمام، وكذلك إنه زمن خلافة أبو بكر الإمام علي كان له رسالة وكان له موعظة من هذا الأمر إنه ما يتدخل بخلافة أبو بكر تمام معاي. معاك، بكتب وراك. تسمعني يا أخ وليد؟ ايوه معاك، بكتب وراك، اتفضل. له رسالة الا يتدخل مع ابي بكر الصديق، نعم، اتفضل. له وصية من النبي كذلك، عمود لا يتخرب وحدة المسلمين، إذا دخل مع أبو بكر أو كان ضد أبو بكر راح هاي النقطة تدمر وحدة المسلمين ويكون شجار بين المسلمين، وهنا راح يتدمر الإسلام كله من قزاة الأجانب أو القزاة الأخرى تمام. فحفاظا على الإسلام وعلى الأمة الإسلامية معي التزم بوصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي إيه زمن نعم عمر؟ كذلك. هي أخ وليد، هي عمر وأبو بكر وسليمان، كل هؤلاء كانت وصية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم للإمام سيدنا علي عمر، إنه بعد يلتزم سيدنا عمر مين بالخلافة في هاي. الخلافة؟ بعد سيدنا عمر مين في الخلافة؟ ألو تسمعني؟ بعد سيدنا عمر مين في الخلافة؟ سيدنا سليمان. أخي وليد، هم الخلفاء الأربعة تمام؟ معي؟ أنا بالنسبة لي ما أعترف بهم فلس، لا عمر لا أبو بكر، كلهم أنا ما أعتبر بهم، الأول والأخير هو الإمام علي، لذلك لا، أنا ما الإمام، أحسب من الخليفة واحد الثالث مين؟ الخليفة للأخير الثالث، تمام؟ الخليفة الثالث مين؟ ما أشتري فلس عمود أقول لك إياه بالسلام، أيوه لأن ماشي، ما أهتم الخليفة منهم الثالث مين؟ الصراحة. الخليفة الثالث مين؟ أنا معتبر أخي بس أعطيني المجال خلينا نتكلم. يا أستاذ، أنا أنت بالنسبة قلت لي الخليفة معتبر الأول أبو بكر الإمام. والخليفة الثاني عمر، الخليفة الثالث مين؟ بس خلينا نتكلم والكلام كله لك. يا أستاذ، الخليفة الأول أنت قلت أبو بكر، الخليفة الثاني عمر، الخليفة الثالث مين؟ جايك بالسؤال خلينا يا عم، نكمل الخليفة كلامي الثالث مين؟ لبعض الخليفة بس. الثالث مين؟ يا أخي بس أعطيني المجال خلينا نكمل هديك كلامي. مجال ان شاء الله، بس بكره ان شاء الله. انت ما تشتريهم بفلس، ده انت ولا انت ولا امك ولا ابوك ولا عيلتك كلها ولا الشيعه كلهم عن بكره ابيهم، اشتريهم ألو بشلم مخروم. كان عندنا زمان كده في مصر يقول لك الشلم المخروم، مش ربع جنيه مخروم كمان، باشا الشلم المخروم يا ابو دين مخروم. انا سبته بس عشان باشا بيقول لك التالت سيدنا سليمان. سليمان جاي تتكلم وتقول لي بشتريهم بفلس؟ ده انتوا بقر.